يا سلام. من الوطن احنا سياكيه سهل الكارك ما نرى سواعدهم جبارة سواعدهم جبارة جميع العام والأجهزة الأمنية اسمع يا راعي الإرهاب وابن الكارك ما بيها وابن الكارك ما بيها وابن الكارك ما بيها وابن الكارك ما بيها نفسيك يا وطن علمنا كيف يكون حب الوطن وكيف يكون الذود عن الوطن قدم دمك قدم دمك مثل الأردن ولا يهمك مثل الأردن ولا يهمك احنا مرجعينك بدون جميع بأننا جميعا أبناء الوطن الواحد وتهاجد فينا داعمينا ما قاله ربنا عز وجل ومن يقتل مؤمنا لن نصمت طويلا سنأخذ حقنا بأيدينا سنقف خلف جيشنا العربي لنلقن كل من يريد لهذا البلد سوءا درسا في الولاء والانتماء لكل ذرة تراب في هذا الوطن نحن مع وطننا نحن مع جيشنا نحن مع قواتنا المسلحة في معركتها ضد الإرهاب يستهدف كل الأردنيين ليس منطقة من الأردن وإنما كل الأردنيين هذا الإرهاب الذي لا دين له لا يمكن أن يكون له مكانا على ثرى الأردن قول الأردن عزيز ومقدس وأمنه واستقراره أمانة في أعناق كل الأردنيين ونحن كجزء من الحركة الإسلامية نحن في خندق الوطن متجذرون في خندق الوطن دفاعا عن الوطن ليبقى تبقى راية الوطن خفاقة عالية إن شاء الله الكلمة اليوم الأقوى والأعلى هي أنه لا مكان للعنف والغلو والتطرف في الأردن والشعب الأردني يعبر عن هذه الوحدة ويطرح السؤال ماذا بعد اليوم المطلوب ليس فزعة عاطفية وإنما اتخاذ سياسات تقود الأردن إلى مرحلة قادمة ومستقبلية لتواجه كل التهديدات والتحديات وفي مقدمتها هذا الفكر التطرفي الإرهابي